طبعا بما اني مصريه كان صعب شويه في الاول ان انا اقنع اهلي ان انا اسافر بره بلدي واشتغل لوحدي في بلد غريبه. انا مريان، انا عمري 30 سنه، بشتغل دلوقتي مع اطباء بلا حدود في مشروع في شمال لبنان في عكار. أنا المسؤول عن الموارد البشرية والموارد المالية بالمشروع. أنا بقالي 6 شهور مع أطباء بلا حدود لبنان، وقبل كده كنت بشتغل مع أطباء بلا حدود في مصر لمدة 4 سنين. ولا تزعلي نفسك يا ودي، مبسوطة؟ الأسبوع ده هو آخر أسبوع ليا في مشروع عكار بلبنان. المشاعر اللي أنا حاسة بيها دلوقتي هي متلخبطة، وهي مشاعر مختلفة. مشاعر انبساط إن أنا قدرت أعمل شغل قوي بالمشروع، قدرت أسيب بصمة اللي أنا كان نفسي فعلاً أسيبها في المشروع، قدرت أقرب من الخدمات اللي العيادة بتقدمها. ما حسيتش إن أنا خالص كنت فريق إداري، ما حسيتش إن أنا بس كنت قاعدة على المكتب، بالعكس أنا حسيت أكتر بالانتماء لأطباء بلا حدود، حسيت أكتر بالانتماء للفريق ده. في نفس الوقت شعور حزن كبير إن أنا بقى عندي بيت هنا، بقى عندي أصدقاء في المشروع، بقى عندي عيلة، أكتر من عيلة. متحمسة جدا 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 للمرحلة الجاية، متحمسة ان انا اسافر تاني مع اطباء بلا حدود، اشوف بلد تانية، احتياجات تانية، اشوف ناس تانية، اقدر اعمل صداقات جديدة، اقدر اعمل عيلة جديدة في مكان جديد، اشوف شغل اطباء بلا حدود في بلدان مختلفة. لو انت او انتي كمان حابين تشتركوا مع اطباء بلا حدود، مش لازم تكون طبيب، مش لازم تكون من فريق التوريد، ممكن تشتغل زيي في الفريق الاداري. لو حابب تشترك خش على الموقع الالكتروني وقدم على وظيفه مع اطباء بلا حدود. اطباء بلا حدود اكتر من مجرد وظيفه،